واش غلبتك ولا لا؟ واش غلبتك شو على اسف؟ صاحبي النتيجه والله العظيم كما لعبتي معاهم هذا المرضي هذا كانوا خسروا شي 300 هذا اقسم بالله رجل المباراه وعاد حنا بدون تعليق عاد حنا رجلنا مخاصم وهذا قلب الدفاع اقسم بالله باش ما واش واش مترو 10 غتضرب 2 متر والله العظيم اقسم بالله الا سيبو رفاعي قلعه قرعه كان لاعب قلب الدفاع جديد واحد السيمانه انا مش شاجي ناخذ سوال فين هذا فين هذا سيبك بينه وبينه خفت على هذاك شني قال لي كذا خطور خفت على الدراري في الاخر شي هذه بصمك انا بصمك نحيي نمشي كلاعب معاكم والله فين هو قاسم بالله كيتعصب كيبقى هذا عمل مات بينه وبينك بالشدة بدوني بدوني تعال اللعب ديالك نقي ولكن الصباط ما ضيع عليه لا 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 ماشي قضيه الصباط تكنيسيان اللعب ديالك تكنيسيان دمشي عليك لعب معاك سي حسن شي كورات اندوس الماتش كان في الموسم النهار اشكوك اليوم الله يعطيه الصحه ما ماركا تا كور الله يعطيك بابا الصحه وحده تماركات بوحده الله يخدم عليك نقدم لك المدرع الحكم الدولي حكم غادي يجيب الراي ديال الحكم المقابله كيفاش كانت المقابله شوي قال لي الغايه بالخصوص انت كنت احسن من شكون هذا انا شكون انا حسن ركي برافو ليك وشكون اللي لعب مزيان في هذه المقابله هذه اشكوكي اللاعب الخاطر هو الاشكوكي غنشوفوا الديريكي ديال المقابله اجا الديريكي ديال المقابله كنشوفوا مقابله كامله لعبتي فيها 5 دقائق وملي سقسيتو معايا قال لك ميسي ما كيلعبش بزاف علاه سميتي انا ملاعبي غلط هو دابا شي قالو هما قال ميسي ما كيلعبش بزاف كترجع رقيقتي برافو ليك لا قلنا شي حاجه انا نقول لك انا قلت لك راه انا قلت اسكت حسن كيك احسن لاعبين في الكره الله يجعل البركه هو كان برافو ليك لعب 5 دقائق ماركا 10 جوال قرب الدنيا قرب الدنيا اللاعب الخاطر راه اشكوكي اللي كيقلب ويشقلب فهمتيني اللاعب الخاطر ولد امو شكوك احسن يكون احسن عنصر العربي شنو قلت انت هنا هضر معايا العربي تي دونت الدنيا لعدا هاد الناس هادو واقيلا كيضحكوا عليا لعبوني 5 دقائق ملي سقسيتهم قالوا ميسي ما كيلعبش بزاف كيف هذا المنظر هذا كي داخلك في الساعه ديال الحزه ملي داخلك راه تعادلتي الله اكبر راه عندنا ضل في هادشي اللي كيقول اللي قلت لعبوني 5 دقائق ملي هضرت معاهم قالوا لي ميسي ما كيلعبش بزاف حكموا عليكم احمد رئيس كاين احتجاجات بزاف والناس ما كيقولوا بلي احتجاجات كل واحد كيقول الراي ديالو فهمتيني شحال واحد توقف المقابله نعم شحال واحد توقف المقابله عندهم ماتش واحد قابل للتنفيذ قابل للتنفيذ وشنو نوع الخطا اللي ارتكب الخشونه الفضيله متبادله غير قانونيه شوفوا هاد الملاعب هذا هاد الملاعب ما عمرو كيتوقف هذا هاد الملاعب ما عمرو كيتوقف لا حسن الرأي هاد الملاعب ما عمرو كيتوقف هذا بالنسبة للبصمة دائما كيبقى صراحة هذا جنود ديرو كرات فهاد القيلة هاد الأسبوع اللي داز ولا عنده كرات زايد جنود من الجنود مخافة ماشي عنده كرات زايد هاد الأسبوع اللي داز هذا نقول صراحة لأن مادام طيح لي واحد وقفته هذا قلت لي زول لي واحد من طريق يجعل الله عليك يصير حكم تقيل سيري لان صعيب هذاك اللي يطيحوا صعيب الا اللي يكون عنده الوزن الثقيل مع السي البصمه طيروا الله يجعل البركه بعد جهد هذه العقوبه 4 سنين لا طيب قابله للتسجيل الثاني قبل الدبله عسان اش كاين المقابل سي الصرصري انا مزيان انا جمع الطن سي الصرصري جمع الطن تبارك انا عدلت مع الرياض صافي باين خميس خدمه في برانس الخميس الصرصري نعم كيقولوا هاد الناس هادو السمكه هادو شنو كيقولوا اللي قالوا بان راشد راه خسر صافي خسر ايوا ولا
النتيجه متفق زينا قال لك انا لعبوني خمسه تخمين صح شي تبقاو لي ميسي ما كيلعبش بزاف دارك عندهم الحق واش بان لك فهادو واش بان فهادو الحال ديالهم كي كتبان لك عاز عليا اخا احمد الى هو حميده حميده داو شي دحي فهنا بمحبتي انتوما شفتوا شنو كاين لا انتوما شفتوا شنو كيقول راه سقسيتهم واحد واحد اللي قلت الموت بيه اللي قلت الموت بيه علاش اللي قلت زعما علاش انا لعبتوني غير خمسه دقائق قالوا لي ميسي ما كيلعبش بزاف حاولت انا باش نشوف الراي ديالهم حاولوا باش يقنعوني ولكن غادي نتخنع من الكلام ديالهم لان ما عندي موقف كنشكرهم بزاف على هذا الوقت اللي عطاونا خمسه دقائق ونتمنى ان شاء الله مناسبه كنت انت غيرت المباراه كنشكرك على جزيلة. على الماتش برافو اللي درتي معنا وعلى الروح الرياضيه اللي فيك برافو ليك برافو ليك الله يجعلك مبارك شكرا